من الرياض معي تركي أصهيل مدير تحرير صحيفة مكة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد تركي. إلى جانب ما ناقشناه ونناقشه عن مخرجات القمة فيما يتعلق بالوضع الشق السياسي العسكري، إلى أي درجة التطرق إلى موضوع الفكر وهذا المركز، إطلاق هذا المركز، هو من أهم ما تخرج به هكذا قمم؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جميع السادة والمشاهدات، طبعا بكل حال بتوقعي طبعا بأنه أمس الرياض شهدت منجزين رئيسيين هامين، طبعا ناهيك عن انعقاد القمتين الإسلامية العربية الأمريكية والقمة الخليجية الأمريكية، رغم ما تكتسب تلك القمتين من أهمية، إلا أن الأمر الأكثر أو ليس الأكثر أهمية بل الذي يوازي أهمية عقد تلك القمتين هو إنشاء مركز عالمي لمكافحة هو عفوا سيد تركي. ألو، نعم أسمعك، بس الأكثر أهمية هو إنشاء المركز الخاص بمحاربة الفكر المتطرف أولا. الأمر الثاني يتمثل بإنشاء أو التأسيس حقيقة لإطلاق مركز خاص باستهداف تمويل الإرهاب. أتوقع بأنه باعتقادي بأن هذين الأمرين أكملا مثلث مكافحة الإرهاب في المنطقة. نحن نعلم بأن هناك تحالفات عسكرية تقوم بجهد ميداني على الأرض لمكافحة الإرهاب، ولكن طبعا وأنا هنا أشير إلى التحالف الدولي الخاص بمكافحة داعش هذا أولا، والتحالف الإسلامي العسكري الخاص بمكافحة الإرهاب، غير أن الحرب العسكرية والحرب الأمنية والفعل الأمني والفعل العسكري إن صح التعبير لا يمكن لوحده أن يهزم الإرهاب. صحيح، يعني ربما يعني في كلامك يشير إلى هذه النقطة بأنه كان في تصدي فكريا، ولكن يعني كل دولة على حدة، إلى أي درجة مهم كيف سيتم التفريق والتنسيق فيما يتعلق بهذه المحاربة للفكر الإرهابي؟ أتصور أنه أحد أهم المرتكزات الأساسية للمركز هو اكتساب الصفة العالمية. هذه الصفة ستجعل من منتجات المركز لها صفة عالمية، ومن المخرجات كذلك، بمعنى بأنه من سيعملون في المركز بكل تأكيد بأنهم سيكونون متعددي الجنسيات، ومن تتوجه إليه رسائل المركز بكل تأكيد أنها تستهدف كافة دول العالم. نحن أعتقد جازما بأن الفراغ الذي أو أن هناك كان هناك تراجع حقيقة خلال الفترة الماضية لأدوات التأثير على الشباب، يعني كان هناك تراجع للمنبر الخاص بالمساجد. نعم، ولذا تم التركيز يعني بهذه القمة المسائل التقليدية. نعم، كان هناك علو لنجم حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لذلك كان من المهم جدا أن يكون صحيح آلية محددة تتقدم كهكذا مركز. شكرا لك من الرياض، تركي أصهيل مدير تحرير صحيفة مكة.